أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من كتاب الكافي الشريف في بحوث الامامه باب هو باب التمحيص والامتحان التمحيص بمعنى تخليص الشيء وتنقيته يقال محص الله العبد اي طهره ونقه ويقال محصت النار الذهب أي خلصته من الشوائب التي فيه، وعادة جواهر الناس تظهر في الصعوبات، وأيضا توجههم إلى الله وتوبتهم وعملهم بالصالحات أيضا يظهر في الصعوبات، ولذلك عادة التمحيص يلازم العسر والصعوبة. وأما الامتحان فهو الاختبار بالمحنة. تارة الاختبار يكون بشيء ليس بصعب، وتارة يكون الاختبار بالمحنة سواء هي بلية أو مشقة أو تكليف صعب. والله سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين ويمتحن خلقه قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين في آية أخرى يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين فلسفة الامتحان هذه مذكورة مفصلا وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يختبر خلقه، يمحص المؤمنين، مثلا هناك مؤمن علقت به بعض السيئات وبعض الذنوب، وهذه السيئات والذنوب تحط من درجته في الآخرة، والله سبحانه وتعالى حبا لهذا المؤمن يمحصه بالبلاء، يعني يبتليه فهذا البلاء يكون سببا لطهارته من تلك السيئات ومن تلك الذنوب. طهارة اما بسبب توبته اما بسبب توجهه الى الله سبحانه وتعالى اما بسبب دعائه واما نفس البلايا تكون عقوبة له فيستوفي نصيبه من عقوبة ذنبه في الدنيا لكي لا يكون ذلك في الآخرة لتحط درجته فيها المؤمنون الله سبحانه وتعالى يختبرهم الذين يدعون الإيمان وما اكثرهم الله سبحانه وتعالى يختبرهم ليميز الله الخبيث من الطيب في غزوه احد المسلمون اكثرهم خالفوا امر الله وامر الرسول الله سبحانه وتعالى امرهم بان لا يولوا الادبار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا. لكنهم ولوا الادبار مع ان الرسول صلى الله عليه واله كان فيهم وكان يدعوهم اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم. فعصوا امر الله سبحانه وتعالى في الفرار من الزحف وعصوا أمر الرسول أوامره أوامره الحربية الذين جعلهم على الثغر على جبل الرمات وأمرهم أن لا يتركوا موقعهم حتى لو انتصر المسلمون فحينما أطاع المسلمون أمر الله وأمر الرسول كانت الدائرة لهم في الجولة الأولى من المعركة انتصر المسلمون على المشركين لكن أصحاب جبل, جبل الرمات أكثرهم أخلوا الموقع فهجم المشركون من خلف والذين كانوا في داخل ساحة المعركة ولوا ادبارهم انهزموا فكانت الهزيمه في الجوله الثانيه للمسلمين وقتل منهم سبعون بعد ذلك الجوله الثالثه كانت بصالح المسلمين بعد ان رحل المشركون الرسول صلى الله عليه واله جمع فلول المسلمين وخرج مره اخرى بطلب المشركين وعسكر في منطقه قريب المدينه تسمى حمراء الاسد والمشركون قد عزموا على الرجوع لكن لما سمعوا بمجيء المسلمين خافوا ان تكون الدائره عليهم فلم يرجعوا فذهبوا في هذه المعركه الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران يبين ان الله سبحانه وتعالى ميز المؤمنين عن المنافقين لانه عبد الله بن ابي مع ثلاثمائه من المنافقين قبل المعركه ان خزلوا تركوا المسلمين كان المسلمون ألف فهؤلاء انخزلوا صار عدد المسلمين سبعمائة الله سبحانه وتعالى ميز بين المؤمنين وبين المنافقين والله سبحانه وتعالى محص المؤمنين كانت لهم ذنوب الله سبحانه وتعالى الذين ثبتوا والذين استشهدوا والذين قاوموا الله سبحانه وتعالى محى ذنوبهم لان الحسنات تذهب بالسيئات كما قال سبحانه وتعالى ان الحسنات يذهبن بالسيئات. هذا الباب حول التمحيص والامتحان الله سبحانه وتعالى امتحن المسلمين في زمن الرسول وبعد زمن الرسول صلى الله عليه واله ومن جملة ذلك الامتحان والتمحيص ما جرى على الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما جرى على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام بذلك الله سبحانه وتعالى ميز المؤمن عن المنافق لأن لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق فهناك ظهر المحب الذي نصر امير المؤمنين عليا الى الاخر، وظهر المبغض الذي خذل امير المؤمنين او نصره لفتره ثم جرد سيفه عليه، كما حصل بالنسبه الى الخوارج، ومن بعده الله سبحانه وتعالى اختبر الامه في زمن الامام الحسن وفي زمن الامام الحسين وفي زمن سائر الائمه الى زمن الامام المهدي. وهذا زمان اللي هو زمان الغيبه. الله سبحانه وتعالى يختبر الناس. يختبر المؤمنين وغير المؤمنين. الحديث الاول عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام لما بويع بعد مقتل عثمان. صعد المنبر وخطب بخطبة ذكرها يقول فيها هنا في كتاب الكافي الشريف الكليني يروي قسما من هذه الخطبة وهذه الخطبة أيضا مذكورة بتفصيل في نهج البلاغة الخطبة رقم ستة عشر هنا مختصرا مذكورة هناك مفصلة يقول فيها يعني في تلك الخطبة ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه الله سبحانه وتعالى حينما بعث الرسول صلى الله عليه وآله انقسم الناس إلى أقسام ثلاثة قسم هم مؤمنون وقسم كفار وقسم منافقون الكفار الذين راوا الايات وعاندوا فكان ظاهرهم وباطنهم الكفر المنافقون الذين راوا الايات فابطنوا الكفر واظهروا الاسلام ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لان باطنه الكفر لكن ظاهره الاسلام لان ظاهره الاسلام تجري عليه احكام الاسلام في الدنيا في المناكحه والموارثه وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ما عليهم ويدفن في مقابر المسلمين وما الى ذلك ولان باطنه الكفر في يوم القيامة يحشر مع الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالناس أصناف ثلاثة في مقابل دعوة الرسول صلى الله عليه واله حينما بعثه الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين حينما بويع بعد مقتل عثمان، يقول إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث بعث الله نبيه يعني أيضا الناس سينقسمون هذه أول خطبة أمير المؤمنين تعلم من ذي علم الرسول صلى الله عليه وآله أخبره والله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر الرسول لذا نشوف الناس مقابل أمير المؤمنين انقسموا إلى أصناف ثلاثة قسم حاربوه علنا كأصحاب الجمل والنهروان وصفين وقسم نصروه الى الاخير وقسم نافقوا كانوا معه في الظاهر وضده في الباطن كأشعث ابن القيس ومجموعه من المنافقين الذين كانوا في الكوفه وغير الكوفه فأمير المؤمنين يبين أنه البلية البلاء عاد يعني الامتحان الله سبحانه وتعالى رجع ليش لأن الله سبحانه وتعالى يمتحن ناس جدد لم يكونوا في زمن الرسول وناس كانوا في زمن الرسول لكن الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس باستمرار ما دام هو حي يكون في امتحان فيقول امير المؤمنين والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبله البلبله هي الاختلاط يقال بلبله الالسن او بلبله الالسن يعني اختلطت لتبلبلن بلبله يعني يختلط بعضكم ببعض فإن الحوادث تخلط الناس تخلط أعاليهم بأدانيهم وأدانيهم بأعاليهم، ولا تغربلن غربلة، الغربلة اكو الغربال المنخل، الغربال يوضع فيه مثلا الحنطة ليفصلوا, ليفصلوا القشر من الحنطة. أو الحنطة الجيدة من الحنطة الرديئة أو الدقيق ينخل فيه لماذا يوضع توضع الحنطة أو الدقيق الطحين في الغربال لكي يتميز الجيد عن الرديء هذه الغربة لا تحتاج إلى تحريك يعني هذا اللي ماخذ الغربال يحرك الغربال هكذا فتشوف الحنطة اللي في الاسفل تصعد فوق واللي فوق تنزل جوا وهكذا. حتى يعود اسفلكم اعلاكم واعلاكم اسفلكم، اسفلكم. الناس السفله تشوف انه في هذه الغربلة تصدروا الرئاسة. زياد ابن ابيه. هذه هي القضية معروفة، على كل حال كان لها زوج أمه، كانت لها زوج هو عبيد الرومي، فمعاوية ادعى نسبه إلى أبي سفيان، فألحقه بأبي سفيان، لأنه في الجاهلية كان قد زنى بها. مع ان الرسول يقول الولد للفراش خالف امر الرسول صلى الله عليه واله فقيل زياد بن ابي سفيان والمسلمون قالوا زياد بن ابيه هذا صار الرئيس في الكوفه المكان الذي كان يحكم فيه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ومجموعه من السفله ارتقوا الى مراتب الاماره وترى المؤمنين ذي السوابق هؤلاء اقصوا عن السلطه حتى يعود اسفلكم اعلاكم واعلاكم اسفلكم وهكذا يكون في كثير من التغييرات عندما تحصل ثوره انقلاب مثلا حركه تشوف ناس من عامة الناس يتصدرون الإمارة والرئاسة وناس هم رؤساء يكون مصيرهم إلى السجن مثلا أو القاتل أو الإقصاء بعد ذلك يقول أمير المؤمنين وليسبقن سباقون كانوا قد قصروا ناس فيما مضى قد قصروا لكن في هذا الامتحان يجبرون ما قد قصروه، ينجحون فيه، مثل الكثير من الانصار هؤلاء يوم السقيفة خذلوا امير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام، مع ان امير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام طلبهم للنصرة خذلوه، لكن بعد ذلك رجعوا، تابوا مما فعلوه ورجعوا لذا في يوم الجمل كان مع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام خمسمئة من الأنصار لذول اللي ذول الخمسمية لو يوم السقيفة كانوا ينصرون أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لكان وصل إلى ما أراده الله وما أراده هو عليه الصلاة والسلام لكنهم في يوم السقيفة خذلوه بعد ذلك تابوا والله سبحانه وتعالى يتوب على من تابه وليسبقن سباقون الأنصار من السباقين بعد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كانوا من السابقين لكن في يوم السقيفة زلوا ومو بعيد يعني واحد يستغرب أنه كيف زلوا في يوم السقيفة في يوم أحد والرسول موجود زلوا في يوم حنين والرسول موجود زلوا ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين زلوا في يوم السقيفة لكن نصروا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام ورجعوا وليسبقن سباقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا أكوناس في زمن الرسول في يوم السقيفة، لم يقصروا، لكن بعد ذلك قصروا مثل الزبير الزبير أولا ابن عمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمه صفية، عمة الرسول صلى الله عليه وآله وأبوها العوام شقيق خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله فالزبير من طرفين كان يقرب إلى الرسول وآله في غزوات الرسول لم ينهزم يعني يوم أحد اللي انهزم كل المسلمين إلا عشرة داعش غير الشهداء الزبير كان من الذين لم ينهزموا لم ينهزم في معركه قط في يوم السقيفه جرد سيفه الا ان امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام امره بان يغمد سيفه وهكذا كان الزبير لكن بعد ان تبوأ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الخلافة الظاهرية الإمارة ترك أمير المؤمنين هو وطلحة وذهب إلى مكة وقال لعائشة ما قال فخرجت معهما إلى البصرة والزبير في البصره بيده قتل مجموعه من الناس من الذين كانوا يوالون امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام من خزان بيت المال بيده قتلهم ويوم معركه الجمل امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كلمه وذكره بكلام رسول الله صلى الله عليه واله يا زبير اتحبه؟ أتحب عليا؟ قال نعم. قال أما وإنك ستقاتله وأنت له ظالم. فأمير المؤمنين ذكره بذلك فالزبير انسحب. المفروض أنه كان يلتحق بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وأيضا الذين جيّشهم وكان سببا لمجيئهم لقتال أمير المؤمنين لازم كان يرجعهم. لا انسحب وقتله ابن الجرموز غدرا كان يصلي قتله في صلاته وليقصرن سباقون كانوا قد سبقوا ثم بعد ذلك امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول: والله ما كتمت وسمه الوسمه بمعنى العلامه يعني علامه تثبت الحق عن الباطل تميز الباطل عن الحق يقول أنا ما كتمت لكم شيئا لأن الأنبياء والأئمة الله سبحانه وتعالى اختارهم لهداية الناس فما إلى معنى أن يكتم شيئا من الحق إلا إذا كان في تقية وأمير المؤمنين لم يكن في ذلك الوقت في تقية لأنه هو الحاكم والله ما كتمت وسمه طبعا نسخة نهج البلاغة ما كتمت وشمه وشمه يعني الكلمة أي بينت كل الكلمات التي تميز الحق عن الباطل ولا كذبت كذبه كل كلامه حق ولا كذبت كذبه ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم. يعني إذا أنا أقول لكم شيء الرسول صلى الله عليه وآله أخبرني يوم من الأيام أمير المؤمنين قال أمرا من الأمور المغيبة فقال له رجل لقد أوتيت علم الغيب فقال لا إنه تعلم من ذي علم علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله لكن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وقد شاء ان يخبر رسوله بالكثير من المغيبات عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول والرسول صلى الله عليه واله اخبر امير المؤمنين عليا بكثير من هذه الامور فاذا اخبر بالمغيبات انما هي اخبار عن ذي علم، امير المؤمنين عن الرسول والرسول عن الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني من احاديث هذا الباب عن ابن ابي يعفور قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول يعني الامام الصادق: ويل لطغاة العرب من امر قد اقترب. الطغاة طبيعي انهم يقاومون الحق، ليش؟ لانه لازم يسلم السلطة، هو ما يريد يسلم السلطة، هو انسان طاغية، يستأثر بالسلطة والمال، ويهلك الحرث والنسل لكي يبقى في السلطة، فرعون لماذا لم يؤمن بموسى؟ يريد يطلعكم هو يكون بدالكم في آية أخرى فرعون يقول لموسى وتكون لكم الكبرياء في الأرض في آية أخرى الله ينقل عن فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فالطاغيه يدري انه اذا خضع للحق لازم يسلط يسلم السلطه بعد ما ياخذ حريته في نهب اموال الناس وان يعمل بشهواته كما يشاء لا بعد يصير في اطار الحق ما يقبل هذا الشيء لذا حينما الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر الطغاة من العرب وغير العرب لا يخضعون له يقاتلونه مستعد دكتاتور يسلم سلطة؟ لا. ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب. لماذا يقول اقترب؟ ذكرنا في حلقة ماضية الله سبحانه وتعالى حول القيامة يقول: "وما يدريك الساعة، لع... وما يدريك لعل الساعة قريب". اقتربت الساعة وانشق القمر، لأن القرب والبعد أمران نسبيان، إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا. ويل لطغاة العرب من امر قد اقترب، قلت جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال نفر يسير، لان الامام المهدي حينما يظهر الحلقه المقربه اليه، الجماعه الاولى 313 واحد فكلهم جماعه يسيره. من عرب وغير عرب الحلقة الثانية عشرة آلاف واحد ثم يكثر الأنصار هذا أولا وثانيا المسلمون المؤمنون من العرب إذا قيسوا بالمسلمين والمؤمنين من غير العرب كانوا أقلية يعني الآن مثلا شقد من المسلمين عندنا في بعض الإحصائيات مليار ونصف في بعض الإحصائيات مليارين كم منهم من العرب؟ 200 مليون الى 300 مليون. وبعض العرب قليل منهم ليسوا بمسلمين. فعلى كل حال المؤمنون من العرب ومن غير العرب ايضا اقليه. فلذا نفر يسير من العرب مع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قلت والله ان من يصف هذا الامر منهم لكثير الذين ينتحلون التشيع يدعون التشيع ليسوا بقليلين يصفون هذا الامر يعني التشيع كثيرون كيف يكون نفر يسير من العرب مع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قال الامام الصادق ماذا قال؟ لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرج في الغربال خلق كثير هذا التمحيص والتمييز والغربة لا تخرج كثير من الناس يدعي الأمر لكنه كاذب يدعي لكنه منافق يدعي صادقا بس ما يريد يدفع الضريبه، تقول له انت مؤمن لازم في الامتحان وفي الصعوبات تبقى ما مستعد. اكو كثير من الناس ليس كاذبا في ادعائه الاسلام والايمان، يحب الايمان ويحب الاسلام وهو يلتزم بشرط أن لا يواجه بصعوبة ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الإمام الحسين خرج من مكة ومعه ألفان ألفين واحد خرجوا مع الإمام الحسين لكنه في الليل في ليلة العاشر بقي معه اثنان وسبعون فقط يعني من ألفين اثنين وسبعين ليش حينما وصل خبر استشهاد مسلم ابن عقيل وشافوا الآية قد انقلبت الأوضاع تغيرت شوية شوية في المنازل انفصلوا عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الوجبة الأخيرة هم انفصلت في ليلة التاسع من المحرم واحد منهم انفصل في يوم عاشوراء أصلا وفي المقابل التحق مجموعة من جيش عبيد الله بن زياد وجيش يزيد بالإمام التحقوا به في يوم العاشر ثلاثين واحد غير الحر وغير أبو الحتوف أبو الحتوف وأخيه ويستخرج في الغربال خلق كثير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن ننجح في الامتحان هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين